أهلا أعزائي تلاميذ الصف الرابع، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب. النهاردة موعدنا مع الإثارة والمتعة، منهج كونكت الصف الرابع. مقدمة البرنامج نسيبين سعيد، يلا بينا نبدأ الحلقة. نيكد مول رات، فار الخلد العاري. The naked mole rat lives in eastern Africa. يعيش فار الخلد العاري في شرق إفريقيا. It has big teeth and no hair. لديه أسنان كبيرة ولا يوجد له شعر. It can't control its body temperature because it has no hair. لا يستطيع التحكم في درجة حرارة جسده لأنه ليس لديه شعر. But there are two things that make the mole rat special. لكن يوجد شيئان يجعلان فار الخلد مميزا. It doesn't get ill. إنه لا يمرض. It lives for a very long time, 31 years. يعيش لفترة طويلة جدا، 31 عام. Scientists wanted to learn all about mole rats. يريد العلماء معرفة كل شيء عن فئران الخلد العارية. They are not cute animals, but they are amazing. هم ليسوا حيوانات لطيفة، لكنها مذهلة. وبكده خلصت حلقتنا أعزائي تلاميذ الصف الرابع. ما تنسوش معادنا نفس الميعاد كل أسبوع، وهجيب لكم معايا غرائب وطرائف ونوادر وعجائب بوعدكم كلها جديدة، ونطير نجيبها لكم من كل أنحاء الدنيا مع منهج كونكت الصف الرابع. تحياتي نسنبين سعيد.